يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك ألفاظ دارجة على ألسنة بعض الناس كقوله الله لا يضرب بعصا وقوله الله يسأل عن حالك، فما حكم هذه العبارتين؟ كلاهما لا يصح، لكن الله يسأل عن حالك هذا غلط عظيم، لأن معناه أن الله جاهل يسأل، أن الذي يسأل هو الجاهل. نعم، فهذا وصف الله بالجهل وأنه يسأل عن حاله. وأما الله لا يضرب بعصا، الله يضرب بما هو أقوى من العصا سبحانه وتعالى، كل شيء بأمره. نعم.